يا الخوت، رجعنا لكم فيديو جديد، تو رياكشن جديد، تا وي باك انذر فيديو مع الشو اللي عامل بوس في هذا المومنت اللي هو ستار لايت، ومع الكونديت اللي عندنا اليوم اللي هي هانا ليا. دونك الخوت بلا ما نطول لكم، راكم عارفين الشعر ديالنا كيف ما دايما بدون نفاق بدون سطبيل، واللي طاح في المغلى كيتساقل. دونك الخوت نبداو الرياكشن ديالنا مع هانا ليا، مع الكونديدا اللي جاتنا اليوم اللي تريكوموندات عندي بزاف. دونك كيف ما ديجا قلت لكم في ستوري في انستغرام الخوت، انا ما كنعملش كل شيء على هاد الشو ديال ستار لايت، يعني كاع لي رياكشن على كاع لي ستيل، لحقاش راكم عارفين فهاد لاشين عندنا علاقه بالراب بالرنبي توسكي اوربان، اي حاجه اللي اوربان هيب هوب قريبه شويه اذا ولا غربيه ولا يعني ار ام بي وداك الشيء. دونك موسيقى الترابيه المغربيه داك الشيء ما نقدرش انا شخصيا نعمل لها رياكشن، حيت ما نعرف ما نقول عليها، راه كاين اساسي دا تما، انا بالنسبه لي ما نعرفش حتى نهضر عليها لانني ما عنديش لا باس ديالها. دونك الخوت نبداو مع هنا ليا لانها بنت اللي كتغني وقيلا الغربي، نبداو ونشوفوا شنو عندها. بلاتي نكبروا ليكرون. اوكي حسناء بن يحيى من مدينة طنجة، سن 23 سنة. مدينة ديالي طنجاوية. شارات بنت المدينة، ولكن نشوف ما شي مو أنا محايد، لكن سي عندك غنقول شي حاجة، ما عندك شي راه ما نقول، ولكن سبيسيال شعر زراق اللعيبات. كان على أنني ندافع على الاختلاف، يعني عشت في هذه التجربة ديال أنني نكون مختلفة واحد شوية على الناس في الشارع وداك الشيء، واخا شعر ماشي شي حاجة كبيرة كتبين الاختلاف، ولكن كتهضر على الاختلاف في الشعر وداك الشيء. خصنا نحترموا بعضياتنا فيهم، والاحترام شي حاجة زوينة وغتكبر ذاك الحب اللي قلنا بغينا نزيدو نطلعو فيه في المجتمع ديالنا، وغنرجعو إن شاء الله. على الاقل الصغرى، على الاقل الصغرى اللي ندوش عليها، ندوش عليها. الهدف ديالي الكبر هو ان بزاف دونك اليوم بادين الرياكشن من ديبار، ماشي من البيرفورمانس بالضبط، ندوز ولا نربح كفايه ربحت بزاف ديال الناس زوينين، وهذا الشيء كافي بالنسبه لي. اوكي صوتها كبير عليها بزاف، صوتها كبير عليها بزاف، عندها واحد لاغرام ديال الصوت شكال ما سبيسيال بزاف. الديسك ديال إلفيس، واقيلا هذا إلفيس بريزلي سي إلفيس. صوتها كتستريتشي بزاف، لا لاحظتوها كتعرف عف سيلاب وحده كتستريتشي ديك السيلاب بزاف، ثلاثة أربعة ديال لي نوت، فهمتي كيفاش؟ دونك صوتها واعر بزاف. لطيفة راه فاس ما فاهمها والو، حيت عندها مع ستيل مغربي. ضحكين وحق الله ضحكين، شوف أنا عامل هيدا بلا ما تقص كومونتير، لا هذيك لا هذاك، أنا كنضحك. إلي جوست نقطة نقطة، لا فايت الجوستيس اللهن، فايت الجوستيس اللهن، أنا كنغني واحد ستيل صعيب بزاف، ولا كانت صوتها واعرة بزاف، وأنا كيف ما قلت لكم كتستريتشي صوتها بزاف، كتجبدو مزيان، وفي نفس الوقت لعبة سلو، يعني راه صعيبة بزاف، راه خصك تتحكم في السوفل وفي كل شيء، دونك راه ماشي عاجوست وصافي، راه فايت الجوستيس اللهن، شاروت. نايس. واه
حق الله لعندنا شي فوكس وشي اصوات في المغرب لا فايتين امريكان لهن حق الله لا فايتينهم لا هادشي الا مشى سبارتاجا في امريكان ما يثيقوش باللي هادو مغاربه والله ما يثيقوا لان هادشي راه بزاف راه تقول هاد الليسنس ديال هاد ستيل الدياس كادو راه ما كيتقراش عندنا هنايا راه بنادم انسبير عام لي فيديو ولا شوب اللي كيتفرج فيهم دونك شاروت لهنا ليا عندها صوت فوكال خطيره بزاف اسمع بحال شي حورية البحر بحال شي ميرميد حورية البحر خرجت من البحر للماء هذه خرجت من الظلمة للضوء Take my whole life. Oh my God! Nice. Wara. For I came. ما دخلتش في الأول ولكن راه تخرج دابا غتخرج في الآخر هذه بنت مدينة ريح مطعكة غيدوز. نايس بزاف كاع واو تسال خمسة ديال الياس وداك شي كامل وكنتمنى انها تصام في البرنامج لان عندها صوت واعر بزاف وتسال لوك ديالها سبيسيال ما عرفتش واش ديما غتبان بالزرق ولا غتبدل شويه ولكن نايس فوكال نايس لوك نايس تشويس نايس كلشي دونك الخوت نسمعوا شنو يقولوا ولا بلاش هانا ليا من طنجة تسمية ديالها سبيسيال هانا ليا وقيلا اسمها هانا عليها دونك نايس عندها اللوك كامل بالسمية بكل شيء سبيسيال والتقييم ديالها الخوت فور مي راه بالنسبة لي غنعطيها بدون نفاق بدون تطبيل وما يحيدها لها شي طبيب غنعطيها 9/10 لأنها سبيسيال بزاف وتستاهل 9/10 دونك الخوت لا بغيتو نخلي نعملوا رياكشن لا كونديدا اخر في ستيل اللي كنبغيوا حنا خليوا لي لايك ولي كومونتير ديالكم وقولوا لنا شكون وتلاقوا في فيديو اخر راكم عارفين الشعر ديالنا كيف ما دائما بدون نفاق بدون تطبيل بيطيح في المقلة كيتساقلا Les tafs en maclaraï, tchakla. Les tafs en maclaraï, tchakla.